السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين معاكم في جوله جديده جدا من ملتصون، جوله جديده وكلها عروض من اولها لاخرها، وعروض على حاجات كتير جدا النهارده. بجد الفيديو النهارده مميز قوي، لان انا واخده لكم على كل حاجه في المكان عرض، وعارضين كل حاجه بتفاصيلها كلها، مش مطلعين حله، مطلعين كل الاطقم. عايزه اقول لكم كده من بدايه الفيديو، عندنا حلويات، عندنا ما شاء الله حله الضغط دي حاجه قمر قوي، دي حله ومعاها حله ثانيه. الحله دي استعمليها حله عاديه، وكمان تستعمليها حله ضغط. بصوا كده الشياكه والجمال ده كده موجود معانا النهارده من مول توسن، ودي كمان تستعمليها حله عاديه، يعني دي هتستعمليها حله ضغط ودي حله عاديه. طيب نيجي كمان للتشكيل بتاعنا، هنا معانا تشكيل طقم تيبا ستانلس اللي بتسالوا عليه، موجود معانا خمس حلل. معانا كمان هنا تشكيل اطقم بونيره خمس حلل ومعاها حله ضغط، وعندنا كمان تشكيل كامل في حلل الضغط زي ما احنا شايفين، حاجات عظمه. لا تعالوا لي، معانا كمان هنا عبود، كل التكوينات بتاعت عبود بالموديلات الجديده معانا اهو، ومعانا اللي بغطا بايركس حاجه قمر. شايفين يا جماعه الجمال؟ الكلام ده بتشوفوه عند حد، مش موجود غير عند مول توسون. النهارده عندنا تشكيل حكايه، معايا اطقم حلل بحلل الحله الكبيره بتاعتها من عبود، حله عزايم اللي انت هتجيبيها من بره ب 2000 وي، النهارده موجوده معانا داخل العرض وباسعار مميزه جدا. كل تكوين عبود موجود معانا، باللي معاه حاجات ثانيه كمان، كنك بقى او قلايات موجود. الحلل المانيوال، الحلل الليماتيك موجوده معانا. حله البخار وحله المكرونه الجرانيت موجوده معانا. حله البخار الكبيره بتاعت العزايم موجوده. حله المكرونه الستانلس كلها والبخار موجوده. الحلل الفرداني موجوده معانا لغايه مقاس 42، ومش بس كده، عندنا كمان الستانلس الزينوكس يا جماعه، وعندنا كمان الحاجات اليد جولد وتشكيل، كل تكوين الزينوكس موجود معانا، وعبود وكل التشكيل الجرانيت والنيوكلاين وكل التفاصيل موجوده معانا. تعالوا بقى نشوف كمان كل التشكيل بتاعنا في اطقم الحلل. احنا موجودين عند توسن، يعني عندنا اكبر تشكيل واعلى تكوينات لاطقم الحلل هتلاقيها موجوده معانا النهارده، وكلها عليها عروض. بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده يا جماعه، شايفين الطقم القمر ده؟ تحسوه كده ظهر في نفسه، ومش بس كده، تعالوا كمان هنا معانا تشكيل، ده اللي بقول عليه بقى الفيديو بتاع الاطقم الجرانيت بتاعت عبود والنيوكلاين وكل وطيبه، التكوين الجديد بتاعه والحلل المربعه القمر دي حاجه عظمه، وكل ده وعامل لكم فيديو. اللي ما شافش الفيديو يدخل على القناه هيلاقي الفيديو نزل بتاع الحلل ده، حاجات قمر وعظمه، وعاملين عليها يعني عروض على كل حاجه موجوده. شايفين يا جماعه التكوينات؟ وعاملين كمان الكركميز، وحاطين كمان على السافلون كل تكويناتنا وكل البراندات الجديده موجوده معانا النهارده من عند مول توسون. بسم الله ما شاء الله. كمان عندنا حلل العزايم الفرداني بتاعت عبود موجوده بكل التكوينات بتاعتها، البقسات بتاعتها قصدي، وكل دي حاجات واخدين عليها عروض من مول توسون. وطبعا عندنا شحن، بسيب لكم الارقام اسفل الشاشه. عايزه اقول لكم كمان ان مول توسون هنا مش مقتصر على الحلل وبس، عندنا اطقم صيني، اطقم عشا، اطقم شاي وجاتو، اطقم ميلامين، اطقم اركو بايركس، وعندنا قسم خاص للرفايع، كل الحاجات دي ليها اقسام منفصله. وعندنا طبعا الحلويات بتاعتنا اللي الجهاز ما بيكملش غير بيها، المفروشات، كل حاجه تخص المفروشات وبراندات موجوده عند توسون وباسعار مميزه جدا. عايزين نقول احنا عندنا كمان قسم البلاستيكات، السلالم بقى والبلاستيكات بتاعتنا والمناشف، كل ده موجود معانا. الرفايع والحاجات اللي بنستعملها، القلايات والوك لوحدها والجرين لوحدها والكلام ده كله موجود برده معانا زي ما احنا شايفين. تعالوا كده هنا، تعالوا كده هنا، بصوا كل دي حاجات موجوده معانا فرداني، حتى القلايات بتاعه تيبا موجوده معانا هنا فرداني، كل التشكيل ده والمصافي موجود هنا. كمان البلاستيكات بتاعتنا، ده قسم خاص للبلاستيكات، كل حاجه تخص البلاستيك موجوده، منظمات مطبخ، منظمات ثلاجه، التربو المعدن، التربو البلاستيك، المطبقيه اللي بتبقى مقفوله على الحاجه للناس اللي بتحبها برده موجوده، الكولمان، الترمس، كل حاجه موجود معانا هنا من مول توسون. بجد النهارده فيديوهاتنا مميزه جدا من عند توسون، عندنا عروض على كل حاجه موجوده في المكان. عايزه اقول لكم بقى، وانت بتتفرجي على الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتجيبي اصحابك يتفرجوا معايا، اعملي شير للفيديو. عروضنا هتبدا من اول 20/1 ل 20/2، يعني اللي يشوف حاجه يلحق ويطلبها، الكميات موجوده، وزي ما احنا شايفين ما شاء الله المكان موجود فيه كل الشغل وكله عليه عروض. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ومنور الدنيا يا محمود. ربنا يبارك فيك يا شباب، انت نورتينا وشرفتينا، واحلى متابعين في الدنيا كلها. عامل لك النهارده صفقه وطفره في شهر واحد، حكايته فوق الحكايه. واحد واثنين دمار شامل للاسعار من عند مول توسون، قسم الحلل الستانلس، قسم الجرانيت، قسم التيفال، قسم بصي الصيني والشاي والجاتو واطقم العشاء، اي قطعه تخص العروسه، جهاز العروسه كامل متكامل عند مول توسون. ما تلفيش كتير، هتلاقي كل اللي انت نفسك فيه في حدائق الاهرام، البوابه الثانيه القديمه 35، واللوكيشن وارقامنا على التليفون على الصفحه الرئيسيه، مول توسون على الفيسبوك واليوتيوب على المدام شيرين الجوهري. النهارده احنا في شهر 11، في شهر واحد، عامل لك عروض على قسم الستانلس بكل الماركات، اكتر من 30 براند. تركوميز هتلاقي، زينوكس هتلاقي، عبود هتلاقي،
كل اللي انت نفسك فيه اعملي لايك وشير، بس تعالي شوفي معايا التحفه الفنيه عامله ازاي، تعالي شوفي الحلويات والخصومات والدلع اللي اتمنع من عند توصل عامل ازاي، في هدايا، في خدمه توصيل زي ما على مبدانا، في كل حاجه، كل قطعه هنعمل لك خصم عليها 1000 جنيه وقتي، وهنعمل لك كل قطعه بسعرها باللون بتاعها بمصلحه. تعالي نقول بقى الشياكه لها ناسها وتوصل هيفضل ايه؟ اساسا ثواني احنا قلنا الناس احنا فين؟ حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه، جايه مترو الانفاق هتنزلي محطه الجيزه الماركه العالميه، من حدائق من الجيزه هتلاقي عربيات كتيره بتقول حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه، في 10 دقايق تجيبك المول، ما تركبيش حاجه ثاني. ومالناش فروع في اي حته. ولا طنطا ولا اسكندريه ولا بنمرس، الفرع الوحيد لمول توسم هو حدائق الاهرام. فين حدائق الاهرام؟ نادي الرمايه، فيصل، طبعا تبع الجيزه، ابو الهول، الهرم الرئيسي، اسم الهرم، كل ده علامات هرم. طبعا حدائق الاهرام معروفه ماركه عالميه، حاجه براند معروف جدا، اسم ايه؟ توسن جوه الحدائق 35 واو، عند بيم، عند صوت طارق، تمام؟ حمام التلات مالناش دعوه، مالناش فروع بيه، درب سعاده مالناش فروع، ابو النونس مالناش فروع، ضرفه واتقفلت، طنطا مالناش فروع، اي فروع بدين اسم توسن هو توسن الوحيد فين؟ في حدائق الاهرام مدام شمال. بنفتح من الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 1 بالليل طول الاسبوع شغال. المول كامل فيه كل حاجه. كل حاجه، مفارش هتلاقي، بطاطين هتلاقي، كل قسم بلاستيك هتلاقي، رفايع المطبخ هتلاقي، ادوات كهربائيه، القلايات اللي بدون زيت بكل الماركات هتلاقي، سيني اركوبال اكوا باريكس هتلاقي، الحلويات بقى الدلع اللي اتمنع ابو 99 وال10 وال5 هرجع لك ال5 جنيه و10 جنيه وال20 جنيه وال30 جنيه، بس هتنزل على مراحل الفيديوهات دي تابعينا، اعملها على الصفحه الرئيسيه بتاعت مول توسن ومدام شيماء وجاري، لايك وشير عشان استفادي بالعروض بجد، عروض اللي ما تهزرش، عروض من القلب للقلب. وتعالي سمي الله كده وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عايزه تقول لي تفاصيل الطقم ده بجد. الفيديو الثاني ده، الفيديو الثاني عامل لك 10 فيديوهات دمار شامل. الفيديو الثاني اللي حكايته حكايه، التيتانيوم التركي الممنوعات، ميدين تركي مش موديل، ميدين تركي، تمام؟ ايده منه فيه، حكايته حكايه، غطا بايركس تقيل، تمام، حاجه بجد محترمه جدا، بسم الله ما شاء الله. طبعا مكتوب عليه اسم البراند فاميلي هوم وميدن تركي، ومقاس 24، ومقاساتنا بتبدا فيه من كام؟ 28 20 18، القلايه 28، والحله اكبر حله 28، اربع حلل وقلايه. في الموف هتلاقي البيت، هتلاقي اسود، هتلاقي روز، هتلاقي تمام. كل الالوان، انت مش مقيده عروسه. طقم محترم جدا، عايزه اقول لكم بجد حلو قوي. الطقم ده معانا بكام يا محمود؟ الطقم ده بدل 6500 جنيه. تمام. ابو علي بيقول لك دمار شامل. ده تيتانيوم؟ ده تيتانيوم، في منه الجرانيت، تمام؟ تمام. ابو علي بيقول لك وداع لجشع التجار، تعالي خديه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه، هو اصلا مكتوب عليه 5249. محمود توسن بتعمل لنا عروض ما شاء الله، يعني ما تعملش عرض على عرض وخصم على خصم، هم مسعرين على الاسعار الجديده على المصانع الجديده والشركات الجديده. تمام. محمود توسن بيقول لك دمار شامل وداع لشهر التجار. تمام. وداع لشهر التجار ب 4999 جنيه تيجي تاخديه. تمام ما شاء الله. الطقم اللي انا وعدت الناس اللي ب 950 جنيه نورينا منه طقم. قلنا ثلاث ساعات. والطقم ب 1250 هتلاقي، وابو 7000 هتلاقي، وابو 3000 هتلاقي، وابو 2000 هتلاقي، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه يا عروسه. كل المستويات وكل الاختيارات هتلاقيها. تعالي بقى اعمل لك تحفه فنيه. دول اربع حلل وجريل. اربع حلل وجريل. جراندي. جراندي، تمام؟ مفيش على جمهوريه مصر العربيه حد هيعمل الكلام ده. ثلاث ساعات برضو؟ يعني احنا عندنا طقمين ثلاث ساعات نختار فيهم. تمام ماشي، حلو قوي. التيتانيوم حكايته حكايه، اربع حلل وقلايه وطاجن 40 وجريل، تمام، ب 6850 جنيه. اه اللي بيتباع لك ب 8000 جنيه. انا مش بقول لك عندي انا بس، كل الهايبرات عندها الشغل ده، بس تعالي شوفي بقى الميزه في ايه. ميزه خدمه توصيل، الميزه هنا هدايا، الميزه هنا سعر، الميزه هنا خامه، الميزه اللي هنا المصداقيه فوق اي شيء، الحاجه اللي احنا بنقول عليها بالبونت العريض باسم المصنع وباسم كل حاجه، ثلاث ساعات هتيجي تاخديه بثلاث ساعات. لا معلش، والتشكيل بتاعت الحلل دي كلها مش موجوده في مكان ابدا واحد. بالظبط كده. انت بتلفي عليها عند مليون تاجر عشان تجيبي كل التشكيل ده والبراندات اللي احنا بندور عليها. لا ده موجود، لا دي شهاده لازم اقولها والله، ده موجود هنا عند مول توسن، كل البراندات اللي بتدوري عليها من اقل سعر لاعلى سعر وحاجات كويسه ومحترمه هنا من عند مول توسن. ده مهم جدا ان اقوله، لان انت فعلا بتيجي بتلاقي تشكيل كبير جدا. عايز اقول لك حاجه. تعالي. عشان تعرفي محمود توسن نمبر 1 بكام ده؟ 2199. متخيله؟ انت عامله بثلاث ساعات على كل طاقه. اه فعلا اللي ما بتغرقش، تمام؟ بثلاث ساعات. خد سكرين، خد سكرين، انا بعمل لك اوكي عليه وانا صورت اهي. بثلاث ساعات هتيجي تاخديه لغايه فتره محدوده لحتى تنفذ الكميه، تمام؟ الطقم ده بقى ايه؟ اربع حلل وطاجن وقلايه وصينيه وجريل، تحفه فنيه من الحاجات الخرافه. ب 6800 وكام؟ و50 جنيه. بقول لك تيجي تاخديه ب 6500.
6500 6500 واعملي سكرين وخديها على طول بجد طقم حلو قوي. ما شاء الله ماشي. طيب النهارده بقى عندنا النيو سافلون بكل تشكيلاته، عندنا السافلون المربع اللي احنا قلنا عليه، وعندنا الايه المدور. تمام. ده كل الماركات اللي انت نفسك فيها هتلاقيها ب 3999 جنيه. نسكت ما نسكتش ب 3650 جنيه. خد سكرين خد سكرين خد سكرين. تمام. نخش بقى على ايه الطقم التحفه الفنيه دي بقى، اللينز وجمال اللينز وحلاوه اللينز. ايه ده منه فيه؟ انا نفسي بس ايه، معلش انا اسف للازعاج، انا اسف للازعاج. شوف يا جماعة، انا برميها بغل وبرميها ايه اللي انا واقفه على جنبها. ايه مزاجك تقعد ترمي الحلو؟ واقفه عشان براند، خامه، منتج، جوده. انا بمشيها لكم بالراحه. اللي انت عايز تقوليه وليه لو لقيتي حاجه اكتبي في التعليق. بالظبط. اشهدي على الطقم. لا انت معاكي ضمان 5 سنين يا مش لا عشان وقع. بقول لهم لو لقيتي حاجه اكتبي لي في التعليق. بسم الله ما شاء الله الحله ما اتخدشتش. خد الطقم بخلو الرصاص بكل الماركات بتاعت كل تفاصيل الطقم، وبقول لك بالضمان 5 سنين معاكي. تمام. ضمان 5 سنين، محدش بيدي طقم محل عليه ضمان حتى ساعة واحدة. مع المسكات كمان يا جماعة، 4 حلل وجريل ومسكات. بكام الجمال ده؟ أوكي. اللي ب 6000 جنيه محمود توصل بيقول لي تعالي وداع لجشع التجار، بقول لك خلي الناس ايه تتجوز وتجيب لنا اطفال صغيره كده جميله عشان تيجي تتجهز من عندنا تاني. 3150 جنيه. تمام؟ شايفين؟ 3150. يعني فعلا خلي الناس تتجوز وتجيب لنا اطفال. يعني انت هتجوزي ولادك واحفادك من مكان واحد، لان هو دايما بيعمل عروض. احنا يا جماعه مصممين ان اولاد توصل من يوم ما بدانا معاهم لغايه النهارده عروضهم مش موجوده عند حد، عروضهم بجد حاجه عظمه. ب 3999 اتعملوا ب 3150 مصدقاه. انا رجعت ورا. تمام. معانا ايه بقى؟ 4 حلل وجريل وصينيه، 4 حلل وقلايه وصينيه. تمام. بجميع الالوان بتاعته، جميع التشكيله بتاعته، طعمه حلال. والقلايه وصينيه طبعا في غوتشان تركب عليهم. ومسكات سيليكون. اكبر حله 32. كل الالوان اللي انت نفسك فيها هتلاقيها. تمام. وقلنا الطقم ده داخل العرض معانا ب 4250 جنيه. حلو جدا. انا عايزك بدل 4999. بالظبط. حلو جدا. وبدل 5800 بيتباع بره. تمام. اول سكرين. تمام. 4250. عروض شهر 2 طيران 750 كده واحنا واقفين. عروض شهر 2 ما تتفوتش ولا فيها هزار. قسم الكهرباء، منزل الصين، الكوبايه، الاكوا باريس. انا عايز ادخل على الاستانلس. احنا عملنا فيديو للجرابيل كبير جدا. خد التمرين دول. عايز الناس تاخد الاستانلس معانا وتستفاد بالعروض. الفيديو الاولاني عرض لك اكتر من 120 منتج، اوعي تفوت عند منتج. ما تفوتيش. احنا واخدين براندات حلوه قوي واخدين عليها عروض، وتكوينات جديده للحلل، وبراندات داخله جديده معانا وخامتها عظمه، واخدين عليها عروض برده من عند توصل. تعالى اعمل لك ابو بلاش الناس اللي ايه؟ اول ناس. على قد دي. يلا. تعالى. طمن دول عشان نخش على الاستانلس. طيب اشيل دي؟ طقم خرافة، حكايته حكاية، تحفة فنية. حلو جدا. يد منه فيه 6 مللي. تمام. جميع الألوان وجميع المقاسات هتلاقيها في الطقم ده. أنا مش شايفة عشان هو جرانيت، فأنا مش شايفة أي حاجة. تمام. ميدن تركي. تمام. توزيع حريري محترم جدا، غطا جرانيت والحلة بره وجوه جرانيت. تمام. دول 4 حلل وجريل. وجريل ما شاء الله. تمام. الطقم ده بقى اللي أنا عايز أضمر لك سعره، عشان طقم ممتاز ومصنع ممتاز وراجل محترم وخامه محترمه اللي عامل الفينش الحله دي. ان شاء الله غطا استانلس، حله حلوه ما شاء الله. شغل استانلس، شغل التوزيع حراري وشياطه بكل تفاصيل. ده 6 الوان، اسود، نبيتي، موف، روز، نبيتي، كل الالوان اللي انت عايزاها موجوده. جرانيت وتيتانيوم. 4 حلل وجرانيت. بيتباع ب 3950 جنيه، بقول لك بكرتونته اهو. هو ده؟ اسكت ما نسكتش. العرض ده عرض واحد لكل واحد. 2610. 2610 الطقم ده. طول ما انا في نجاح. 4 حلل وجريل، حلو جدا. طول ما انا في نجاح عمره ما يرتاح عشان الاسعار دي. ب 2610. خليكم فاكرين الكلام ده كويس قوي. حلو جدا. بس ما شاء الله. بنفتح من الساعة 11 صباحا لغاية الساعة 1 بالليل. العرض ده بالذات انا موجود فيه من الصبح لغايه اخر الموضوع. طيب احنا ما قلناش سعر الطقم ده. الطقم ده ب 3250 جنيه. تمام. 3000 عشان كلها على الملقى كل حاجه ب 250 جنيه. تمام. تمام. نخش بقى على التيتاني والجرانيت. الاكبر حله 28، 4 حلل 20، 18، 24، 28، الجريل 28، بتوزيع حراري وشياطه و6 مللي والوانه كتيره. ثقيله. الوانه ثقيله جدا دي على فكره ما شاء الله. هو الكلام. 2610. تمام. تمام. حلو جدا. هتقولي لي 10، هقول لك هو ده الحسنه بتاعته يمين بالله. انا على قلبي زي العسل. انا مصدقاك. بقول لك المصداقيه في اي شيء، اسالي على الماركه واسالي على النوع وخلينا اخر ناس. تمام؟ تمام. الاخير ربه كريم. طبعا كل التشكيله، بص البنيره بقى اخر حاجه، احنا مش عايزين نخلص من الجرانتات والتيبلات والتيتاني والذهبي. تحفه فنيه. طيب. رجع بكميات الله اكبر عليه، شياكه واناقه، وجددنا لك الالوان كلها. بصوا تدريج الالوان، بصوا التوزيع الحراري اهو. تمام. وميدن تركي ونون ستيك، والحله غطا ستانلس
بصوا جرانيت بره وجوه، والجرانيت جوه ملون بنفس لون الحله، حاجه بجد شيك جدا. بسم الله ما شاء الله. الاكسسوار بتاعتها على جولد تمام. دول اربع حلل وجرانيت، اه الوان بقى مختلفه طبعا. أوه. تدريج الوان لكل طقم. ده بقى هتلاقي كل اللي انت نفسك فيها هتلاقيه. الطقم ده ب 3450 جنيه بس، مدام شيماء اللي بيتباع لك ب 4450، وده جاش على النهارده من عند مول توصل. وارحموا الناس شويه ب 3450 جنيه اهو يا جماعه، زي ما احنا شايفين 3450. لو عجبك اعملي سكرين الارقام قدامك على الشاشه، وزي ما قلنا مالناش فروع في اي حته، مول توصل في حدائق الاهرام وبس، في كل حاجه تخص العروسه هتلاقي شحن. عايز اونلاين هتلاقي اونلاين، ابعت لي على الواتس على الرقم اللي اخره 18 على الشاشه عند مدام شيماء، ابعت لك كل التفاصيل بتاعت الشحن. في خلال يومين تمام هتيجي الحاجه، بتبعت لي الفلوس الاول، غير كده ما عنديش اونلاين تمام. الطقم ده ليه بقى؟ معلش انا عندي ضغط شغل، الحاضر هو الاولى، زبون على دماغي وما بقصرش مع الناس كلها، بس بندفع ثمن المنتج ليه؟ الشحن بيروح كراتين، ما بيرجعش فلوس. أوه. ابعت فلوسي لجنى، ابعت فلوسي لصهاق، ابعت فلوسي الناس كلها محترمه، انا بتكلم على الشركات. بتقول لي استلم بضاعه، ما استلمش فلوس. انا مختلف، اول شركه اللي انا بتعامل معاها هي طريقتها كده، انا اللي عايز يشرفني وينورني هو يجي ياخد الحاجه وياخد سكرين، نفس المنتج نفس اللي انت هتاخديه. عايزه بقى تيجي تشرفيني وتنوريني وتشربي اللي انت نفسك فيه كله، الضيافه كلها، وتشوف الحاجه بعينك وتختاري وتحتاري، ده على قلب زي العسل. انت اللي هتجيبيه لنفسك، انت داخله على بصي مول، يعني على قلب زي العسل، هتعجبك اللي انت نفسك فيه اختاري. انا معاك الحل ده ومعاك الحل ده. الناس تقول لي انت مكانك بعيد، مش مكان بعيد. الطرق النهارده اللي اتعملت في القاهره وفي مصر كل حاجه سهله. اللوكيشن بتضربيه في 5 دقايق يقول لك المكان ده فين، واللوكيشن عند حضرتك تمام. نخش بقى على التحفه الفنيه بقى بجميع الالوان. احنا كفايه بقى جرانيت، انا عايزه اقول كده احنا وراكي. عملنا فيديو للجرانيت قمر قوي وراكي. ده زي الاول، لا ده زي اللي عرضناه في الفيديو التاني. بصوا يا جماعه ده انا امسك ايه، ما شاء الله تقيل. لا ده تقيل، فيديو الاولاني ده تقيل ما شاء الله. فيديو رقم 1 يوم 20/1 نزل 19/1 ما يتفوتش. النهارده بنعمل لك 10 سكينات حكايتهم فوق الحكايه، ثقيله ما شاء الله بجميع الالوان. اوه ده الحلم جوه بتلمع، ده شيك قوي. ايه الجمال ده، والغطا تقيل، شويه تحف رجع بكميات. مقاس 22 مكتوب في الغطا، ده جديد الموضوع ده. بص اما العروسه طيب. هتيجي اللي انت نفسك فيه يابا العروسه، هتلاقي في مكان واحد ميد التركي مكتوبه تحتها. ايه الطقم ده؟ مش هتلف كتير تمام؟ تمام. كوين، اسم الطقم كوين؟ اه يا مدام شيماء تمام. ده كده اربع، اه تقيله، اربع حلل وصينيه بغطا وقلايه، واكيد لها غطا ضمن دول. أوه. طبعا تشكيل عبود كله يا جماعه اهو موجود، والانواع كلها اللي احنا بنصورها موجود، وصاج قلب جرانيت او صاج قلب تيفال برده موجود. انا عايزه اصور للسلس بقى، تعال نخش على السلس، على الحلل العزام ولا على الاطقم؟ هنخش على الحلل العزام عشان الطلب عليها كتير، طلب لازم جبناها بكل الكميات وبكل الاسعار هنقولها عليها. الوحش اللي قدامي ده مقاس، الوحش ده مقاس 40، لا كل دي مثلا بالصلاه، انا مش هشيل، انتوا تيجوا تتفرجوا بنفسكم بتاع الصلاه. بصوا على الصلاه والسلام، الحله من جوه التراك بتاعتها اهي، انا بلفها لكم عشان تشوفوها. 18/10 طبعا، ده زينوكس يا جماعه، احنا بنتكلم على زينوكس دلوقتي. العمق بتاعها بجد اهو، العمق بتاعها حاجه محترمه جدا. حله بقى، حله بتاعت العقيقه كده لما تتجوزي ان شاء الله وتحبي تعملي عقيقه، الحله دي معاكي اساسي. طيب عايزه اقول لكم ان احنا معانا حلل فرداني كده، وهنصور اطقم حلل معاها حلل عزايم برده، فاحنا معانا كل حاجه متاحه النهارده في الفيديو. طيب بالنسبه لزينوكس ده اول معانا المقاسات كلها فيه. اه طيب لا الزينوكس 40 36 38، ثلاث مقاسات فيه، عبود كل المقاسات اللي انت نفسك فيه 20 لغايه 42 تمام. الحله دي كام؟ 3000 جنيه. 315 الحلة دي 2315 بعد 3000 يا جماعة. زينوكس 18/10 ضمان 25 سنة. اشرحي بقى عشان اوري المفاجئين اول هدية بقى اعملها لهم. ماشي اشرحي الحلة دي مقاس كام طيب؟ مقاس 40 مقاس 40 بصوا الغطا تقيل مبدئيا، معاها الضمان بتاعها اهو 25 سنة تمام. العمق بتاعها حاجة محترمة جدا بصراحة، خطيرة. يا ريتكم معايا عشان تشوفوها، انا مش هقدر اشيل، بس طبعا هي 18/10 وده عبود. انا بصراحه الحلل تعبت من كتر شيل الحلل، الحلة تقيله جدا. احنا معانا منها مقاس 40، ومعانا دي ما شاء الله مقاس 38. بصوا برده العمق بتاعها قد ايه، حاجه محترمه جدا. يلا كده يا عروسه تكوني بقلب جامد، وشوفي العقيقه بتاعتك وشوفي كل حاجه. بيقول لك يا عروسه يا ام العروسه، اول فيديو وثاني فيديو اكشن، كل حاجه اختارتيها من اي فيديو من الاولاني من الثاني، اي طقم حلل من 220 طقم اللي عامل لك عليهم عرض وصفقه وطفره، هتاخد اول 10 ايام، ينزل الفيديو 20/1 لغايه 30/1، هتاخد اول 10 ايام اي حاجه من الثلاثه دول بالظبط كده، اي حاجه من الثلاثه دول، اي حاجه من دول على اي طقم حلل بتغذيه او حتى حله فرداني بالظبط كده. صحيح كده بالظبط كده تمام. بس خلينا برضو متفقين يا مدام شيماء، خلينا متفقين اول 10 ايام عشان الناس اللي لسه شايفه الفيديو. أو. لا 20/1 لغايه
30 واحد اول 10 ايام خدمة التوصيل 30 واحد ولا 20 واحد 20 اتنين؟ 20/2 الشهور العروض كلها شغاله. تمام. من اول 20/1 لغايه 20/2 العروض تمام. كلها شغاله. تمام. الهدايا شغاله امتى؟ شغاله من اول 10 ايام. من 20/1 لغايه 30/1. معلش بس بحب اركز. ماشي لا تمام كده. انا شلت خلاص. التوضيح حلو تمام؟ تمام. خدمه التوصيل مجانا وام العروسه لها هديه عندي. تمام؟ حلو قوي. ثواني يا محمود. اتفضلي. عشان اقول دي مقاس كام؟ دي 36. دي 36. طيب دي 38 ودي 36. طبعا الضمان 25 سنه زي اللي قبلها. يبقى احنا معانا كده 36 38 40. اسعارنا ايه؟ بص يا جماعه احنا الحاله ال 40 دي عبود ب 3050. تمام محمود توصل هيعملها لك بكام؟ بكام؟ تعالى اقول لك. بقول لك عرض على عرض بفضل الله. طيب 2750 جنيه. الحله العظمه دي معاكي ب 2750. اعمل سكرين كده وخدي صوره كده مع الحله. حاجه قمر يعني بصراحه. 25 سنه يعني الشغل ده مش هتلاقيه عند حد ومحدش بيبيع عبود فرداني على فكره في السوق اصلا. شغل عبود ما بشوفوش عند حد غير محمود. طيب نيجي المقاس 38 2450 جنيه. 2450 عبود مقاس 38. طب مقاس 36 يا محمود 2000. انا عايزك تركزي في الكرتون. 2215 2250 2250. مقاس 36 نسكت على كده ما بنسكتش. احنا عاملين عروض على كل مقاسات عبود. مش دي بس المقاسات موجوده. اندلس بقى. اندلس فرطان جايب لك كل البراندات. عايزه اندلس هتلاقي، عايزه بركة تيبا هتلاقي، عبود هتلاقي، تركماز هتلاقي، كل اللي انت نفسك فيه من عروسه. بص دي مقاس كام؟ دي مقاس 41. المقاس ده عمره ما نزل على جمهوريه مصر العربيه. يعني في كده في مقاس كده في الدنيا؟ تمام. مش عارفه هم ناويين يحطوا فيه ايه. عقيقة. بس هو ياخد كل عقيقة. حاجه ياخد يعني ياخد حاجات كتير جدا. تمام. الحاله دي الاندلس يا جماعه 18/10 من تركي. كل تفاصيل الاندلس دي بكام؟ الاندلس دي ب 3450 جنيه. ايوه. محمود توصل يسكت؟ لا بتسخنيني انت. 2750 جنيه. شفتوا بقى 2750 جنيه. الاندلس ب 2750 ومقاس 41. مش هتلاقوا العظمه دي عند حد غير عند مول توسون. خليكم فاكرين الكلام ده كويس قوي. احنا عند مول توسون بنشوف شغل ما بنشوفوش عند حد. بنسمع اسعار ما بنسمعهاش عند حد. لازم تكملوا الفيديوهات لان كل فيديوهاتنا عروض ودلع من اللي اتمنع من عند مول توسون. معنى ايه تاني يا محمود؟ ده كده مقاس صغير منها. مقاس ايه؟ مقاس 36 36. تمام. ب 2245 جنيه. 2245 جنيه بدل 2700. خليكم فاكرين الاسعار دي كويس قوي. انا بحط لكم اهو عشان يبقى تعملي سكرين وتشوفي معايا اسعارك وعروضك. تمام. دي بقى ايه؟ دي مقاس 24. لا مقاس 30. ده عبود. عبود مقاس 30. مقاس 30 عبود زي ما احنا قايلين. عايزاها من غير فلوس. ماشي ما تغلاش عليك. 1999 جنيه. 1999 الحله دي يا جماعه. 1999 جنيه. تمام. لا اقول لك على حاجه. اول مره. انا اسف. انا اسف. انا اسف. يلا. الورق خلص. الورق خلص. 1000 متاكد؟ اخر كلام؟ الحله اللي ما تغرقش. 1750 يا جماعه الحله اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام؟ لسه بقى هندخل على حاجه جديده وعروض جديده. من ايه؟ من حلل البخار وحلل المكرونه وحلل الضغط. عندنا تشكيل النهارده فيهم جبار يا جماعه. هنبدا من ايه فيهم يا محمود؟ احنا نبدا ايه ولا ايه؟ ولا الزينوكس ولا التروفيل ولا البونيرا؟ في كل دي تكوينات. طب معانا الزينوكس السمارت والزينوكس الاليك او الاليجانت. عندنا تشكيل كبير جدا. انا عامل عروض خاصه لمحمود توصل. عروض خاصه. عروض خاصه لمول توصل بفضل الله. اقوى تشكيله، اقوى براندات، اقوى خصومات عالميه محليه على المرأة من عند مول توسون في شهر 1 و2 من ابتداء العروض 20/1 لغايه 20/2. انا بذكر العميل عشان يلحق العروض. انا بديك عرض مش يوم ولا يومين ولا ساعه ولا ساعتين. انا بديك عرض شهر على قد ما ده مش مصلحتي، على مصلحتكم انتوا. بس انا ايه براعي الناس وبراعي ظروف الناس. عشان كده اللي بيدبر اموره براحته، اللي جاي من كفر الشيخ، اللي جاي من الشرقيه، جاي من المنصوره، جاي من اسماعيليه، جاي من اي محافظه، 27 محافظه داخل خارج القاهره. كل اللي عليك هتيجي تشرفني سلام عليكم ايه العروض، هتتفرج على العروض اللي انت عايزاها داخل خارج القاهره هتلاقيها مجانا. هتيجي تاخد الحاجه معاك نفر 2 3 4 هتركب في العربيه وانت واقف هيوصلك المكان اللي انت عايزه ان شاء الله. الوادي الجديد اخر بلاد المسلمين. انا بحب اوضح وبحب اطول على العميل عشان اعرف هو جاي على ايه ويعرف يعمل ايه. طيب دي حله بخار، حله مكرونه وحله بخار. بصوا بقى هتستعمليها. شيل يا ابني الكيس ده. مش عارفه ليه بتحطيلي حاجات جوه الحله. ماشي. نفسي افتح الاقي حله كده فيها محشي فيها بكر بط. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم بجد العمق بتاعها محترم جدا. هتستعمليها حله عاديه وحله عزايم معاكي، وكمان معاكي تستعمليها حله بخار. مندي شغال،
كسكسي شغال، اي حاجه بقى من الحاجات اللي احنا عارفينها بتاعه المطبخ الحلوه دي بالزبط. شغاله معاكي. مقاسها كام دي؟ دي مقاس 30 في واحد. وايكوس يا جماعه تركي من انضف الماركات، ماركات عالميه محليه، حاجات بص الله اكبر. انا هشيلها واكتب السعر لغايه ما يجي لنا ورق. الطقم ده الله اكبر من كتر العروض الورق خلص. الطقم ده بدل 3150 جنيه 2250. انت مش عارف تعمل ايه؟ والله انا ما عارف بعمل ايه. العروض لان بضعف قدام الكاميرا كده لاحلى متابعين في الدنيا. الله يخليك يا محمود. 2250 الحله القمر دي. لو انت مش مستفاده بالعرض ده غيرك بيستفاد. اعملي لايك وشير عشان تستفادوا بالعروض، عشان العروض ما بتهزرش. مش هيعرفوا اصحابك. عندك عروسه ابعت لها الفيديو. صفحه مدام شيماء الجوهري ملتصم على الفيسبوك، على اليوتيوب هتلاقي كل حاجه، على الانستجرام، على التيك توك. شيماء الجوهري على الفيسبوك برضه. على الفيسبوك برضه لايك وشير عشان تستفادوا بالعروض وغيرك يستفاد بالعروض. طيب معانا دي كمان حله بخار، بس دي ايكوت ودي بونيره. بونيره. تعالى بقى اقول لك التحفه الفنيه دي فيها. او بونجور دي والله العظيم ب 2950 جنيه صاحبها بيتكلم عليها. 1999 وحله بخار برضه، هتستعمليها حله عاديه وحله بخار. تمام. نيجي بقى للحله القمر اللي انا بحبها بصراحه، جميله عندي منها، خطيره بستعملها في كل الاحوال. خلينا نقول كده واحده واحده. مبدئيا الحله غويطه جدا معاكي، هتستعمليها محترمه جدا. تمام. اهي دي عبوز يا محمود. طيب معاكي حله كده هتستعمليها حله عاديه، هنسقط على كده. لا هتستعمليها برده معاكي حله بخار، هتعملي فيها مندي، هتعملي فيها كل حاجه بتتعمليه بتتعمل بخار او سوتيه معاكي. مش بس كده، هتستعمليها كمان حله مكرونه، حله مكرونه تسلقي فيها لحمه، تسلقي فيها مكرونه، حاجه محترمه جدا برده معاكي الغطا بتاعها. هتستعمليها في كل الاحوال، مش هتقول لك لا، حله بتاعت كل الازمات. الحله دي معانا عبود ومقاس كام؟ مقاس 26 28 تمام. 26 و 28 تمام ماشي. دي بدل 2999 جنيه 3000 جنيه 2495 جنيه 2495. وخليكي فاكره الاسعار دي كويس قوي، مش هتلاقيها موجوده عند حد ولا البراندات دي عند حد. حله مكرونه عبود مش هتلاقيها عند حد. في منها كبيره ال 34 و 36 في منها كمان والله 34 36 تمام. والله ما هزرش، كل مقاساتنا نزل فصول بيجيب لي كل التشكيل وكل المكونات وكل المصانع بكل الاعداد الكبيره. تمام. ال 32 اهي عشان برده كل حاجه على الملأ. دي بخار. ها بخار 2851 جنيه مقاس 32. افتح البخار. لا لا ما تفتحيش البخار، اللي هي المصفى اللي بتبقى عاليه مش المصفى اللي ساقطه في الحله دي. 2850 تمام. خليكم فاكرين كل مستويات بجيبها لك ب 1250. عايز تيجي تاخديها تعالى. دي برده حله مكرونه وحله بخار. لا استناني بقى يا محمود نشرح لهم بالتفصيل. ماشي تعالوا كده اودي فين. طيب بص طولوا بالكم عليا شويه علشان ايه، عايز اشرح لكم. حله عاديه جرانيت معاكي تمام، هتستعمليها حله مكرونه برضو اهي معاكي تمام. هنستعملها حله بخار، هنشيل المصفى دي وهنحط دي برضو شغاله معاكي. حله شغاله معاكي في كل الازمات. قلنا بكام النهارده معانا؟ محمود عملها لنا ب 1250. الاسعار دي مش موجوده عند حد يا جماعه غير عند مول توسون. وخليكم فاكرين الكلام ده كويس قوي، ما بنسكتش على كده. ما بيزيدش البضاعه، مش بتزيد البضاعه، بتعلى البضاعه، بتنور تنور، بتطلع فوق سواء من عندها ومن عند ايه. استفادي او العروسه ومن العروسه خليك ناصح. كده كده بنت حضرتك ما تجوزش السنه دي، هتتجوز السنه الجايه. عندناش بنات بتقعد دلوقتي، كله بيتجوز. ربنا يسعد اخواتنا البنات ويكرم لهم على الف خير. اللي انا عايز افهمه لك سواء من عندي ومن عند غيري، تعرف تجيب الاسعار دي؟ حتى اللي انا بقوله لك اللي جاي ربنا يرحمنا برحمته، ما اقدرش اقول لك غير كده. النهارده الدولار ب 60 جنيه، يعني بكره بكام؟ ده اللي انا كنت بكلمه في شهر 11 لو تفتكروا، في شهر 12 العرض اللي فات على عروض الصين اللي كانت الناس بتيجي من اخر الدنيا. بقول لك الحقي، انا بديك عرض شهر بس مش معنى كده تيجي اخر بعد 3 4 ايام وتقولي لي على الالوان. ليه في زبون بيجي انا لسه شايفه في فيديو؟ طب اعمل ايه يا ابني؟ طب انا مش في ذنبي، انا بديك عرض شهر، الحاجه بتخلص، الوانها بتخلص، بس كل ما تنزلي بدري كل ما هتلاقي اللي انت نفسك فيه. حدائق الاهرام البوابات الثانيه القديمه، عامل قلبات بفضل الله. حل الضغط، حل الضغط عندنا مانيوال وعندنا ماتيك. انا الحله دي ما بعرفش اتعامل معاها بصراحه، بس هي يعني لما بتجيبيها البيت وتستعمليها هتعرفي تفتحي وتقفلي وهتلاقيها سهله معاكي. معانا الماتيك كمان. دي كام متر الاول؟ دي 12 متر. على فكره الموضوع سهل جدا، الموضوع سهل جدا، والموضوع بص بسيط جدا اهو. تمام. حل الله اكبر عليها، ممتازه جدا وامان جدا، والتهويه البخار بتاعها. ماركه لينز بقى 3150 جنيه. محمود توصل بيقول لك يا ام العروسه تيجي تاخديها ب 2350 جنيه. 2350 دي الضغط المانيوال يا جماعه. 2350 جنيه اهي تمام. طيبه وجمال، طيبه وحلاوه، طيبه والماتيك بقى 18 على 10 ميدل تركي. كل تفاصيلنا 12 متر، حكايه حكايه بكل تفاصيلنا. تمام. ان شاء الله بس الحلقه بسيطه ازاي؟ حاجه محترمه وتقيله 18 على 10. افتحي واقفلي والبخار بتاعك من هنا اهو، حاجه امان تستعمليها وانت مطمنه. بصوا اهي اتقفلت كده اهي. بصوا
ما شاء الله خطيره. 2950 جنيه مدام شمال. 2950 القمر دي الاسعار دي مش موجوده عند حد. تسلم يا محمود. الحله دي بقى ايه؟ دي باشا دي يعني طالعه كده عاليه وجميله اوتوماتيك ماشي. اه تفتحي من هنا وتقفلي من هنا والبخار من البقر دي. 2550 جنيه كل حاجه كاتب لك كرتونه بالطبيعه بكل حاجه بالحاجه. تمام. دي ايه دي؟ الاندلس ولا دي ايه؟ مون لايت. طيب دي برده يا جماعه اهي ما شاء الله بتفتحي هنا والحله غويطه. الحله غويطه جدا دي اقوى من اي حله شفتها. اه خطيره. اه طيب معاكي برده اهي سعرها احلى. انا بجري معاكي عشان في حاجات عشان كتيرة. في عندنا قطقم ب 2450 يا جماعه. أوه. طيب ماشي معنا بقى الحله بغيرها ودي معلش هقول لهم عليها دي يا جماعه حله كده تمام غطا ضغط بتركبيه على اي حله من اللي موجودين دول معايا كده. دي معاكي بقت حله ضغط والحله الصغيره بقت حله ضغط. هتستعملي دي برضو عاديه بالغطا ده وهتستعملي برضو دي معاكي عاديه بالغطا ده. يعني احنا عندنا اثنين في واحد ما شاء الله يعني حاجه محترمه جدا. طبعا البخار من البقره دي ما شاء الله زي ما احنا عارفين. دي بكام يا محمود؟ الحلاوه دي والجمال ده يا عم مدام شمال. بص الطب ده استلس عبود 18/10 ضمان 25 سنه تحفه فنيه. ده اول مقاس ان شاء الله ضمان 25 سنه كل حاله جواها الضمان بتاعها. عدل بومبي هتلاقي كل المقاسات اللي نفسك فيها عروسه ام العروسه من انضف الماركات. عايزه التركماس هتلاقي زوكس هتلاقي كل التشكيله موجوده بفضل الله. الطقم ده ب 650 جنيه. محمود توصل عامل لك عرض خصم 1000 جنيه يعني ب 550 جنيه. 550 وما تنسيش الهدايا بتاعتك. تمام ما تنسيش الهدايا بتاعتك. اه يا جماعه هو ده عايزه طقم استانلس ب 2000 جنيه وب 1000 جنيه هتلاقي. تمام هجيب لك كل حاجه حلوه جدا تمام ما شاء الله اهو. خش بقى على التحفه الفنيه جايب لك شويه صفقات اتمنعوا في السوق بس الحمد لله. انا بحب الشكل ده من عبود. عبود برده يا جماعه بصوا الحله من جوه واسعه ازاي. هو بومبي بس مش بومبي عالي قوي محترم جدا والغطا بتاعه والمقبض والحاجات الجانبيه وطبعا احنا كل تفاصيلنا موجوده عليه. بسم الله ما شاء الله زي ما احنا بنقول عبود شركه مصريه بس ليها احترامها 25 سنه. وانا دايما لما حد بيسالني على عبود بقول لكم انا لو هجيب هجيب عبود لاولادي. طيب ده بكام معانا يا محمود؟ ب 6250 جنيه. اه كرتونته هناك. اه 6250 معانا بكام؟ ب 5549 جنيه. 5549 خليكم فاكرين. تعالوا كده عند الفرق اهو 5549 تمام. في منه مقاس تاني ده الاكبر مقاس 30. في منه مقاس تاني 28 و26 ب 4650 جنيه. عايزين نشوف ده بقى. بصوا يا جماعه ماشي وحش ده خطير خطير. انا عماله راح جايه والله العظيم تقيل جدا. انتوا لو معايا هتعرفوا انا بتكلم عن ايه. غطا بايركس الجوان بتاعه استانلس الحله من جوه عميقه جدا ضمان 25 سنه كل التفاصيل موجوده تحت في الحله. حاجه بجد تشرفك لو انت جايباها لبنتك جامده جدا. ضمان 25 سنه. الحلل كلها عظمه من اقل مقاس لاكبر مقاس. مش عايز اقول لك على الطقم. 25 سنه. على كل حله ضمان 25 سنه. اه ما هو كل حله جواها الضمان بتاعها. ضمان 25 سنه. 8650. ببلاش. الطقم ده ما يتسابش. ببلاش. والله ما يتساب. الطقم ده فعلا خطير واقول لك خديه وانت مطمنه كفايه ان هو عبود وغطا ستانلس تشكيل يعني بجد شياكه اهو هو ده. ماشي. تمام اه. ستانلس. 4900 اللي انا قلت لك عليه المقاس الصغير. أيوة. عشان كل حاجه فعل مش كلام 4900 انت بتشتري ايه. تمام ده المقاس الصغير احنا شفنا منه المقاس الكبير. خليكي فاكره. تمام الوحش ده بقى الجمال والشياكه والاناقه ده عبود اللي هو ده. اه تمام مخطط في منه الساده اربع حلل والحله الكبيره مقاس كام ما شاء الله دي كبيره 32. بصوا طبعا زي ما احنا قلنا كل حله معاها الضمان بتاعها ضمان 25 سنه. أوه. تمام ده كام؟ خمسة 750 حلو جدا. اه بسم الله ما شاء الله خليكم فاكرين يا جماعه الاسعار دي عشان لما تيجي وعملي خدمه التوصيل داخل خارج الكرم معاكي وك بالمعلقه جاي تاخد فرداني. اه جاي تاخد طقم على السلك من اي محافظه من اي حته من جمهوريه مصر العربيه التوصيل مجانا هيفضل على مبدانا. دي بقى طقم ايه؟ 17 قطعه اسمه طقم الجامبو خطير ده. مقاسات مخصوصه مقاسات حاجات حاجات بنعملها وبنصممها من اجمل مصانع واعلى خامات. بصوا دي حله حله عزايم معاكي ومعاكي المصفى تستعمليها بقى بخار برده معاكي مندي شغال حاجه كده وحش الوحوش يعني. دي بقى هتطلع الشيف بتاعك والشيف بتاع الناس اللي حواليكي في الحله دي. عارفين انتوا دلع من اللي اتمنى من عنده توصل. شايفين الشياكه والجمال حاجه مش هتلاقوها عند اي حد غير عنده ممكن لبانه استانلس معانا لبانه. ايوه قمر قوي وطبعا من عبود. عايزين اقول لكم بجد ان التكوين بتاع الطقم ده حلو قوي. معاه كمان كنك استانلس بالستاند بتاعه 13/10 استانلس. يبقى معانا اربع حلل. الحله الكبيره دي برده على فكره بتحسوها عزايم في نفسها. أوه. اربع حلل والحله الكبيره معانا ومعاها كمان المصفى بتاعتها ومعانا لبانه ومعانا طقم كنك. الطقم بتاعها بص يا مدام شيماء الطقم ده 17 قطعة اه بدل 8950 جنيه محمود توصل بالك تيجي تاخديه ب 7650 جنيه خطير.
7650 جنيه خطير 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 خطير. شوف الحله المكرونه وحله المندي احنا قلنا عليها بكام لوحديها. اه تمام شايفين نفس الماركه ومعانا لبانه ومعانا طقم كنك. انت مش هتجيبيهم اصلا يعني، انت كده معاكي خلاص في الطقم خمس حلل بقى. ده ايه بقى؟ تيما بونيره تيما واندلس وبست جولد اه وطيبه اه دمار شامل. تمام دول كده اربع حلل معاهم خمس حلل. حل... اربع حلل خمس حلل ومعاهم حله العزايم يبقى خمس حلل. اه اه خمس حلل. ايوه ماشي. حله العزايم 34 18 على 10 ميدن تركي. تمام 18 على 10 ميدن تركي كل أوه. حاجه عشان ايه الناس تعرف هي بتشتري ايه. تمام ميدن تركي 18 على 10 سنه سخن قلنا أوه. بالضمان. تمام قلنا ليه الضمان؟ عشان عارفين المنتج والخامه اللي احنا بندخلها في معرضنا عامله ازاي. ب 4500 بس. 4500 4500 بس حلو جدا ما شاء الله. تمام نخش بقى على الزينوكس وعروض الخاصه لمنتصر. تمام الزينوكس وجمال الزينوكس بكل مقاساته جالاكسي سمارت كل اللي انت نفسك إليجنت. فيه إليجنت. كل اللي انت نفسك فيه ام العروسه هتلاقيه من مكان واحد. بصوا يا جماعه زينوكس الشياكه في نفسه ازاي حاجه قمر شايفين الحله الصغيره بتاعته حاجه طعمه كده. انا بحب زينوكس جدا. ضمان برده 25 سنه على كل حله. طيب ومعاه حله كبيره حله العزايم. الطقم ده خمس قطع ما شاء الله محترم جدا حلو قوي. الطقم ده معانا بكام يا محمود؟ اكبر حله 32 32 تمام هو ده. اه 4750 من مصنعه. اه ب 400 400 يا جماعه محدش يسالنا على ازمتكم. ده طقم يتساب والله قمر. لا ده احنا لسه عندنا عظمه كمان جايه. معانا ايه تاني؟ ده الطقم اللي مط اللي هو المط من بره. اه بصوا تحفه حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. طيب الطقم ده اربع حلل والحله الكبيره حله عزيم يعني معانا خمس حلل. طيب ده معانا بكام؟ هو محمد 400 يا سلام. شوفوا بقى الكلام شوفوا كان مكتوب بكام؟ 4499 المفروض تنزل النهارده. تمام طيب الطقم ده برده عايزه اوريكم الحله. استنى يا محمود اوريهم الحله. اتفضل بصوا الحله عامله ازاي؟ الحله دي بحبها قوي مط كده وحله تقيله جدا. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله شايفين الشغل؟ شايفين التفاصيل بتاعتنا؟ زينوكس احنا بنتكلم على زينوكس. كل حله ضمان 25 سنه. ضمان 25 سنه بكل الكماليات بتاعته نقاط 100% وستانلس 4799. محمود عامله لنا 4450. عامل لك عرض وخصم على خصم. وبصي كل حاجه بفضل الله هتلاقيها من عند مول توصل. ما بقصرش مع حد. الناس اللي اتعاملت معايا عارفه انا محمود توصل بفضل الله. 400 ده اكبر حله مقاس 30. محمود توصل بيقول لك تيجي تقريب 3800 وبس. 3800 زينوكس يا جماعه برضو حلو قوي ماشي. اه كل حاجه اللي احنا بنعمل عليها سعرها كل سكرين اللي حضرتك وانت عايزاه وتعالي اساليني قولي لي فين العرض ده. تمام طبعا احنا في حلل بالضغط اربع حلو حلل بالضغط بس شوف الطقم التحفه الفنيه. احنا زدوكس ما خلصناش على كده. في برضه المقاس الاحمر ده ايكوت. ده طقم حلل ايكوت اهو 18 على 10 وميدن تركي والحله تقيله والاكسسوار بتاعتها جولد وفي منها الاكسسوار بتاعتها سيلفر. تمام الفيديو في الذهب ما لهمش قيمه ب 4499. ده كده 4499 الممنوعات ميدن أيوة. تركي الشغل ده مش هنلاقيه دلوقتي يا جماعه. اللي بيلاقيه بتلاقيه معلي سعره قوي. خمس حلل ما لهمش قيمه. ده ايه؟ خمس حلل زينوكس. ده زينوكس؟ اه ده يد بطلايه زينوكس يا جماعه. تمام تمام وهو برده طيب ضمان 25 سنه على كل حاجه موجوده على كل حله. طيب ده ايه بقى يا محمود؟ اقسم بديني ب 4750 جنيه مش مستاهله. اربع حلل وحله كبيره قوي للعزايم. اه اقسم بدين من مصنعه ب 4950 و4750 جنيه. 3999 الكلام ده مش هتلاقوه عند حد يا جماعه غير عندنا. بفضل الله احنا عروضنا ما بتهزرش. احنا فيها لسه قطن ب 2000 وب 1700 وب 600 ب 1650 جنيه. عندنا ماركه تيب على فكره من الاندلس اللي هي حكايتها فوق الحكايه اللي بيد ستانلس قصدي. الطقم ده عليه طلب كبير جدا بقولنا ب 4050 عامل لك عرض عليه عظمه 3450 جنيه. 3400 هي الاسعار بتنزل ولا بتطلع؟ هي بتطلع بس محمود توسن بيقول لك وداع لجشع التجار ب 3450 جنيه. تعالى اعمل لك عرض يا مدام شيماء. يلا بينا. تحفه فنيه. عملنا ثلاث عروض كده ب 999 جنيه وعروض ب 1250 جنيه وكل البراندات موجوده السافلون والتركماز وكل حاجه. تعالى اعمل لك العرض ده. يلا عرض واحد لكل واحد. عرض ايه؟ اربع حلل واجري العرض واحد لكل واحد 1250. مفيش حاجه النهارده محمود اللي عينه بتيجي عليه بينزل لنا عليه عرض. ما بيستخسرش والله اي عروض. بيبقى عايزكم كلكم تيجوا كده وتاخدوا الحاجات وانتم مبسوطين. عكرتونا. ده 1750 طقم ده كمان. اه و 1750 جنيه. تمام تعالى لازورد 1999 ممنوعات. طيب بصوا معانا كمان الطقم ده ايه؟ بونيره حكايته حكايه 6 مللي برامج تيتانيو تفال بجميع الالوان الشياكه لها ناسها خصوصا هيفضل اساسها. بقول لك ب 3450 جنيه يا ام العروسه عروض شهر واحد واثنين
ما تتفوتش، وخدمه توصيل داخل خارج القاهره مجانا. خليكم فاكريني يا جماعه، هتيجي تشرفينا وتنورينا، هتاخدي حاجتك معاكي وانت واقفه، معاكي نفر 2 3 4 هتيجي تنقل حاجه وانت واقفه، بنجيب لك عربيه ونوصلك مجانا داخل خارج القاهره. عنواننا حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه، اللوكيشن وارقامنا التليفون على الصفحه الرئيسيه، جاي من مترو الانفاق بتنزلي محطه الجيزه. ارجع تاني اقول لك، ومحطه الجيزه هتلاقي عربيه كتير بتقول بتنده، هي حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه، في 10 دقائق تجيبك المول. هتنزلي قدام البوابات، هتخشي هتلاقي المعرض على ايدك الشمال على طول. بنفتح من الساعه 11 صباحا لغايه الساعه 1 بالليل، عروضنا من 20/1 لغايه 20/2. اول 10 ايام 20/1 لغايه 30/1، اول 10 ايام هتاخد الثلاث هدايات دول هديه. العرض كله ساري، هتيجي تساليني بالاسعار اللي انا مسؤول عليها دي، ربنا برضو يسترها معايا، هتيجي تساليني بالاسعار دي لغايه اخر الشهر لغايه 20/2. تمام، العروض كلها 20/2. العروض كلها شغاله. طبعا لسه ما عندنا عروض على الصيني، اوتوم الشاي، اوتوم العشاء، اوتوم شنط المعالي، اكس فورد، الاندرس، عامل لك شويه تحف فنيه، عامل لك شويه عروض ب 99 جنيه و10 جنيه و5 جنيه و20 جنيه و30 جنيه و50 جنيه و100 جنيه، عامل لك ممنوعات من عند توسن في شهر 1 وشهر 2 2024. انا بقول لك يا مدام شيماء انت شرفتينا، واحلى جروب في الدنيا كلها، وبقول لك انتظري الفيديو بتاع الصيني دمار، ابو 2000 طقم ال 10 500 طقم البايركس ب 400، عامل لك شويه تحف، عامل لك دلع، استفاد ابو العروسه وتعالى بسرعه عشان الفرصه ما بتجيش غير مره واحده. انا مش لاقي كلام اقوله بعد كلامك بصراحه، هو قال كلام حلو قوي ولخص كل حاجه قلناها في الفيديو في الحبه اللي في الاخر دول، بس عايزه اكد عليكم ان احنا اسعارنا في الحلل بتبدا من 3.90. الاسعار دي مش هتلاقيها عند اي حد، واي سعر قلناه في الفيديو اساسا مش هتلاقيه عند اي حد. دايما دلوقتي كل الناس تستغل الاسعار وزياده الاسعار، لا احنا هنا بنقول لكم مفيش زياده اسعار، وبنحب نطمنكم، وكل واحده عندها اكتر من عروسه بقول لك تعالي وجهزي وانت قلبك مطمن، وكل حاجه موجوده على ارض الواقع زي ما احنا شايفين دلوقتي. اي عروسه تقول ماما العروسه تضرب العروسه، ولا محمود توسن ضرب او خربها، ويا ام العروسه محمود توسن في ظهرك قسما بالله دمرها لك وخربها في الاسعار، ويمين بالله الاسعار دي ما هتتكرر تاني. والفيديو اللي فات حاجه زي كده، النهارده الدور ب 60 جنيه، حته البضاعه دي المفروض ما طلعهاش بالسعر ده، كل المصانع وكل الشركات هتتصل بس بعد ما ينزل اللايف ده، عشان المصنع اللي بيديني بيدي لغيري، بس الطقم اللي بينزل ب 4500 محمود توسن بينزله ب 3. بنقول لك احنا في ظهركم، وربنا يسعد اخواتنا البنات، وربنا يا رب يرضيكم، عشان كده بنجيب لك اعلى سعر واعلى خامات واعلى منتجات. وتابعينا على صفحه مول توسن والمدام شيماء الجاري، واعملي لايك وشير، وتنزلونا في اقوى الفيديوهات واقوى الخصومات. باي باي. بجد الفيديو كان مميز، وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.